السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في قناة شيوات فتيحة ام ايوب. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم بيتزا بالكفتة اللي كتجي رائعة بطريقة سهلة. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. تنحتاجوا للعجين البيتزا 200 غرام ديال الدقيق، ما كاملاش ربعه، واحد المعلقة ديال الزبدة، وواحد المعلقة ديال زيت العود، وشوية ديال الزعتر محكوك، وواحد المعلقة واحد الرشة ديال الملح. نزيد شوية، وواحد شوية ديال البزار، وكنبسبس العجين بيدي. ندخل الزبدة في الدقيق بهذه الطريقة، مزيان ندخل الزبدة في الدقيق، صافي. وكنضيف لهم واحد البيضة، وكنستمر. وكنبقى ندلك العجين واحد شويه، وعاد كنضيف واحد شويه ديال الخميره على حسب الجو. انا شويه كان الجو بارد، درت شويه بزايد. ومن بعد ما ضفت شويه تاع الخميره، جمعت العجين غير بالماء دافي شويه، وصافي. وكنستمر في دلك العجين واحد شويه بيدي، صافي. راني علقتها ونخليها ترتاح، نخليها تختمر واحد شويه بلا ما وجدت الحشوه ديال البيتزا. صافي، نغطيها ونخليها ترتاح. في واحد المقله ندير واحد شويه ديال الزيت، وواحد الحبه ديال الفلفله خضراء، وحبه ديال الفلفله حمراء، وواحد البصله. صافي، ونحركها ونخليها تدبل. تطيح لينا البصيله والفلفله، ونضيف واحد شويه ديال الملحه، واحد شويه ديال الملحه، وواحد شويه ديال البصل. شويه ديال الابزار، صافي. ونخلي الفلفله والبصله تتشحر. انا ما كنديرش العطريه في البيتزا نهائيا، غير شويه الملحه، وكنكتفي بشويه الملحه وشويه البزار، لا في الخضره ولا في الكفته. دابا ها هي نزلات الخضره اللي عندي، صافي. نحيدها، في نفس المقله غندير فيها الكفته. الكفته على حسب كل واحد والقياس اللي كيدير، كل واحد حتى بالطون تجي زوينه بزاف. انا كنديرها بزاف بالطون وبالدجاج، غير اليوم درت شاركت معكم بالكفته، تجي رائعه بالكفته. وكنتمنى انكم تجربوا الطريقه، راه تجي رائعه وسهله. الطريقه راه سهله في تحضير البيتزا، وكندير غير شويه ديال البزار مع الكفته، وشويه ديال الملحه. كنخلي الكفته بالبنه ديالها، صافي. وكنحاول فرتتها، وكنستمر. صافي، ها الكفته واجده، صافي. العجين من بعد ما ارتاحت كنبسطها مزيان في واحد الطاوه ديال الفران،
كنكون دهناها من قبل بواحد شويه ديال الزبده وكنسرحها، وكنشد واحد الفرشيط وكنبدا نثقب في العجين باش ما تنفخش لينا بزاف، باش ما تجيناش العجينه منفوخه بزاف. وكنشد لاصوص اللي وجدتها من قبل، وجدتها غير راسي، واللي عنده لاصوص طوماط اللي كل واحد ولاصوص اللي كيستعمل في البيتزا. وكنسرح مزيان لاصوص اللي وجدتها من قبل، وكندير الفلفله والبصله اللي موجدين من قبل، وكنفركتهم مزيان تنسرحهم، كنحاول نفركتهم على جميع بلايص. وكنضيف ليها الكفتة، كنسرحها عاوتاني حتى هي مزيان الكفتة، وكنضيف واحد شويه ديال الزيتون، الزيتون كحل على حسب الاختيار كل واحد والشي اللي تيبغي. انا درت غير واحد 3 ولا 4 على حسب الذوق. وكندير واحد شويه ديال الزعتر، تنحكو على البيتزا كامله بيدي، تنفركتو مزيان تيعطي واحد النسمه زوينه في البيتزا، واحد النكهه خاصه. وكندير الفرماج، عندي الموزاريلا والفرماج الاحمر، واللي كان اللي متوفر عندكم ديروه، راه تجي زوينه الطريقه ديال صافي. كندير الفرماج صافي، وكندخل البيتزا طيب الفره اللي تكون مشعلاه من قبل، وكندخلها من بعد ما طابت البيتزا كتجي على هذا الشكل، راها كتجي رائعه. وكنتمنى انكم تجربوها، راها جات روعه في المذاق وغير مكلفه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. والى فيديو جاي ان شاء الله.